إعلان قيس سعيد ترشحه لخماسية جديدة ما كانش مفاجئ رغم الانهيار اللي تعيشه البلاد في كل المجالات. وقت بدا في تصفية المنافسين متاعو بالسجون وافتعال القضايا واستعمال وسائل الدولة وهيئة الانتخابات للتضييق عليهم وتعجيزهم، هذا كان يدل على أنه من بكري كانت عنده نية للتجديد وتعبيب التاريخ أمام خماسية أخرى من الانهيار وإفلاس الدولة والمزيد من المعاناة بالنسبة للتوانسة. بحكم معرفته الوضعية الكارثية اللي حط فيها البلاد، ما كانتش عنده الشجاعة الكافية باش يواجه التوانسة ويكشف لهم حقيقة الوضع وخطورته. رئيس ما عندوش شجاعة باش يقرب بالفشل متاعه رغم استحواذه على كل السلطات، وإنما يمعن في إهانة أعوان الدولة ومسؤوليها اللي هو اختارهم وعينهم واليوم يمسح فيهم الفشل متاعه. رئيس ما عندوش شجاعة باش يواجه المنافسين متاعه ويدافع على حصيلته الكارثية، ولكنه في المقابل يخير أنه يملى بهم السجون وينظم عملية إقصاهم من المنافسة. رئيس ما عندوش الشجاعة باش يواجه الصحفيين والإعلاميين ويجاوب على أسئلتهم، وإنما يخير يكمم الأفواه متاعهم ويطبق عليهم المنشور 54 سيء الذكر ويحط عدد كبير منهم في السجون. رئيس ما عندوش الشجاعة باش يواجه شعبه اللي مل من الأوهام والوعود الكاذبة. إنعم، قيس عيد يعيش في قطيعة كبيرة مع شعبه وخلى تونس محل سخرية في الداخل والخارج، لأنها البلاد الوحيدة اللي مش الرئيس اللي ما فهمش شعبه، وإنما الشعب هو اللي ما فهمش رئيسه، وخلاه كيف ما قال المتنبي يشعر بغربة صالح في ثمود. رئيس ما عندوش شجاعة ويتمسك بالسلطة لأنه يخاف ويهرب من المحاسبة اللي هي جاية لا محال. ورئيس يفتقر للشجاعة ما يمكنش يواجه التحديات والصعوبات الكبيرة اللي تعيشها البلاد، وما يمكنش نستأمنوه على البلاد لخماسية جديدة اللي يلزمها تكون المرة هذه تحت شعار عنوان الإنقاذ والإصلاح.